في هذه البلاد أفواه جائعة تلاحق رغيف الخبز الذي وصلت إليه نار الغلاء جراء قرارات الحكومة التي ترجعها للغلاء العالمي. فوزارة الاقتصاد في قطاع غزة رفعت سعر ربطة الخبز وخفضت من وزنها وزادت سعر أكياس الطحين، ما زاد من سخط المواطنين الذين يقولون إن الخبز ليس مصدرا جيدا للتربح منه باعتباره مادة غذائية أساسية. احيانا بنيجي مشي من مكان بيتنا للمخبز عشان نوفر الشيكل، فانت تيجي تحط على المواطن شيكل، الامور صعبه كثير في البلد. احنا كلها يوميتنا كلها ب 20 شيكل، بدك تشرب ربطة خبز خلصت اليوميه. انت عيله كامله كيفنا نتحملها؟ وزارة الاقتصاد التابعة لسيطرة حماس في غزة تقول إنها أعفت مستوردي القمح والطحين من الضرائب، خاصة ما يستورد من الجانب المصري، لكن ما يستورد من إسرائيل تدفع ضرائبه للسلطة الفلسطينية التي أصدرت قراراً برفع ما نسبته 16% من الضريبة عن الضفة الغربية دون قطاع غزة. نحن نستورد الطحين من مصر وعفينا التجار، لكن القمح الجزء الأكبر من استهلاكنا في قطاع غزة يأتي من خلال الجانب الإسرائيلي اللي ضرائبه تدفع إلى السلطة الفلسطينية. لا نستطيع حقا أن نقدم أكثر من ذلك، بمعنى لإعفاء الجمرك والضريب من قبل الحكومة في غزة. تجار الطحين طلبوا الحكومة في غزة برفع الأسعار حتى يعملون على توريده للمخابز، وإلا سيتوقف العمل فيها، حيث يقولون إنهم يعانون أيضاً من فرق الأسعار نتيجة العرض والطلب العالمي بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية. تم وضع سعر اللي هو 120 شيكل لأسوال الطحين المحلي والمستورد، وطبعاً خلص يعني انتهت المشكلة ورفعوا سعر ربطة الخبز شيكل بحجم الغلاء اللي صار، فتأمن الطحين. كان التجار موجود عندهم الطحين ولكن أسعاره غالية عليهم، قالوا لهم حسنوا لنا السعر تاعه عشان نقدر نبيع للمخابز، وانتهت المشكلة بالأمس. يعني تم توريد الطحين للمخابز بالليل واشتغلت. يعني كان ممكن توقف المخابز عن العمل يعني لو ما أخذوش الخطوة الحكومة هذه الخطوة. يستهلك قطاع غزة ما يقارب 13,000 طن من الطحين شهرياً، 3,000 منها تذهب للمخابز، و10,000 تقدمها الأونروا كمساعدات إغاثية للاجئين. بات ارتفاع سعر الخبز عبئاً آخر في غزة المحاصرة، مدينة أقل ما توصف بأنها مدينة الفقراء، وتعتمد بشكل أساسي في تلبية احتياجات مواطنيها على استيرادها من الخارج. مواطنون يعانون الفقر والبطالة والانقسام. نيفين سليم، الغد، غزة، فلسطين.